أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من الرواد فقط، وضيفي هو مميز. أول مرة أستضيف هذا البرنامج شخصية لبنانية، إنه مخترع وعالم من مدينة طرابلس، إنه غسان أفيوني. مرحبا. أهلا فيك. رح تعرفنا عن حالك باختصار، لأنه أكيد الناس حتستغرب إنه لبنان هالبلد العظيم أكيد دايما بيطلع ناس هي كاريير تبعها بتكون مهمة، وخاصة خارج لبنان. كيف كانت بدايتك؟ عرفني عن حالك، كيف اكتشفت هالقدرة اللي عندك انك you are now a scientist فينا نقول؟ غسان فاروق أفيوني من وليد طرابلس. كان عندي أهل مميزين. الوالد من صغرتي كان يحضرني لتشالنجز ومهارات معينة. كملت دراستي بالجامعة الأمريكية بيروت. كان كل لعبي يبقى تكنيكال و اشياء فيها اشياء فنيه واشياء فيها تحريك الدماغ. رحت على امريكا، عملت ماجستير وتخرجت بسنه من بروجرام 4 سنين. وهنيك كمان عملت ابحاث، كان ممولي من الجامعه ومن الجيش الامريكاني وقتها، فتخرجت بسنه وكملت عم بعمل الدكتوراه. كمان متى تركت لبنان؟ اي سنه تركت لبنان؟ قد ايه كان عمرك؟ انا كنا ساكنين اول ما بلشت الحرب الاهليه، كنا نحن طلعنا 15 يوم من بعد الحرب. اوكي، سكننا بالكويت، وبعدين درست بلبنان دراسات البريفي للقسم الثاني، عملت الجامعه وتركت لبنان بال 90. كان تخصصك بالجامعه قريب لاختصاصك؟ انا تخصصي بالجامعه كيمستري. كنت كيمستري كيمياء الاي يو بي، عملت اندستريال كيمستري بامريكا وفيزيكال كيمستري، فيك تقول يا بوست ماسترز يعني او بي اتش دي. فور بيرسونال ريزنز رجعت على لبنان. قبل ما احكي عن البيرسونال ريزنز وعن الفترة الطلبة اللي كانوا بيتمتعوا بصداقات معك قوية، يعني معروف عنك انه انت فيري كلوز لطلابك، رح احكي بس عن بدايتك يعني ومرحلة الطفولة، تأثرك بالوالد بالوالدة مثلا. على سبيل المثال عم بقرا بالبيوغرافي، قال الوالد كان يقول انه اذا تريد ان تقع واذا وقعت يوما اقع او اوقع وانت واقف. كان يقول لي يمكن ما اقدر ورثك مال، مع انه الحمد لله ورثنا مال، بس المال بيجي وبيروح، بس بحابب ورثك علم، لانه انت ما وقعت توقع واقف. وهيدي كانت تنقل لي من انا عمري 7-8 سنين، تاثرت فيني انه يعني المال، يعني العلم اللي بجيب المال مش المال بجيب الدماغ اللي بجيب المال. بالعكس مزبوط، لانه واثرت فيني، وكنت دائما وايش مراحل بحياتي كان ما في مال. لما صرت شاب لحالي وانطلقت لحالي، بتلاقي دائما بتفوتي على اي اجتماع يكون عقلك اللي فايت، فبتلاقي الاحترام، وبتلاقي قوام لحالك فتي على موقع تاني. من 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 nothing بتلاقي انعمل شيء تاني. هالمراحل كانت صح. هالمراحل الصعبه كيف تخطيتها؟ كل مرحله صعبه بتحسيها رب العالمين عم بيحضرك لها. يعني اي مرحله صعبه بتوجع بوقتها، بس لما تتصفني لحياتك لورا بتلاقي تحضير علمني كثير اشياء من مراحل صعبه بحياتي. ساعه بيوجعوا، تصفني بحياتك لورا علموكي لتصرت كانه كان تحضير لشيء، كان عم بيحضر لشيء. فانت من كلامك بين انك انت دائما مستعد، يعني باي موقع بتكون فيه، باي مكان، باي سيتويشن، انت دائما يو ار ريدي. بتطلع بالحاله، يعني بتطلع بالحاله، بحاول عيد هيكلتها اعملها منها بوزيتيف اوت كم او شيء ايجابي. يعني دائما بصير عندنا مشاكل ما بتفشلي، بتشوف تصفني فيها وكيف فيك ترجعي تديريها لتستفيدي منها. غسان، انت بتحب يطلع عليك اسم عامل عالم ومخترع، ولديك براءات اختراع عديده، يمكن شي 4 تقريبا. كيف قدرت تتميز بهيدا بمجالك اللي انت فيه اليوم؟ هل بعد عندك شيء تقدمه؟ عندي براءات اختراع 4 اليوم. من بحب اسم عالم، بحسه بيغني غني كثير، الاسم غني. بسم الله الرحمن الرحيم، ويرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. فهيدي بحسها كثير شرف الي. باتنتس يس الحمد لله في 4 اليوم، في نعمل شي 80 باتنت، بس قررت صمها وانه حطهم بصناعه. انه فيني احطهم شرفيه عندي اسعى السي في وكبر سي فيتي، وبتاخذ وقت، تاخذ تمويل وبتاخذ كذا وبتاخذ ملاحقه. الاوبشن الثاني اخذها على الصناعه.
صناعة إن شاء الله عربية من البلاستيكس لمواد تانية موجودة عندي بالكتاب. قبل ما نحكي عن ستيل وود اندستريز اللي أنت CEO مانجر مانجينج بارتنر CEO CEO بدي أسألك عن البراءة الاختراع الأول عن شو يعني شو هن الأشياء اللي أنت قدرت تنجح فيهم وتسجلهم كبراءة اختراع؟ كنت راجع من أمريكا وقتها وكان بفترتها يمكن قبل سنتين من رجعتي كان في حريق بالحج فصرت أطلع على الفاير سيفتي الأمان من الحريق فستطلع على الكيمستري اوف فاير وعملت مختبر بلبنان وكان ما في لايسنس ولايسنس وكان طاف في وضع بطرابلس انه عندي بالمختبر عندي كيميكلز وميكانيكال الكتريكال لاب صغير حاولت اخذ له رخصه كان عندي احتمال وقت رحت المحامي قال لي عندك احتمالين يا بيلقطوك وبيحبسوك بعدين بعد شهرين بيطلعوك وبيعملوا رخصه على اساسها او ما تعملها فانا اخذت الاوبشن 1 انه اعملها انا عم بعمل شيء ضد النار وصرت اطلع على الاشياء اللي بتحترق بالبيت بس كان هذا الشيء يمكن عرضك لتحقيقات او شيء انا عم بعمل ضد النار واليوم اثبتت انه عم بعمل ضد النار يعني انا اليوم انتي فاير انتي بيرنينج كيف وحتى البروجكتس الثانيه كيف فيني احمي حياه الانسان او كيف فيني ساعد في حمايه حياه الانسان طلعت بالبيت شو بيحترق بالبيت بيحترق بالبيت الورقيات والقماش والخشب صحيح عندي الورقيات وعندي القماش وعندي الخشب اوكي وخدت فيه اخذت منه جائزه ذهبيه من اكبر معرض اختراعات بامريكا وقتها كيف بلشت تحكي لي تفاصيل بلبنان كيف عملت السيستم انتي فاير هيدا شوفي الحريق هو ما في ما له وزن يعني ما في تقول مثلا 2 كيلو او 3 كيلو في وقت وفي شعله فصرت اطلع مثلا اعمل سم يعني كيميكال ماتيريال وحطه مثلا على الخشب اذا عملت شعله فشلت اوكي فانا اليوم عندنا شيء منتج ما بيحترق ما بيطلع شغله وهذا بدنا ننزله بعد سنتين بستيلود وعلى اساسه فتحت ستيلود هو شو حتسميه او شو اسمه هو اسمه بردن يا نار كوني بردن وسلاما كنت ادعيه كثير كنت ادعيه كثير بعدين لما وش سميته كذا اسم بس بردن حسيته مثل وصف وصف انا دعوه كنت ادعيه بس هيدا لانه يعني انت عم تعيش الحلم يس الفاير اجمالا الفاير سيفتي اجمالا مخصص للخمس ستار للخمس ستار بيوت او خمس ستار اوتيلات او شيء بس الفاير ببلش من عند الفقراء عند البيوت الفقيره اللي هي منا كلتشر ما عندها النو هاو مثلا شو خطوره واحد عم بيقلي بزاويه او واحد عم بيستعمل نار بزاويه فانت بتبلشي من هون بدك تعملي منتج ينزل على السوق ويصير هو الستاندرد وبوبولر يعني يقدر ينباع مثلا ويقدر ينباع ويصير هو الستاندرد من 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 رافيجي كامبس من من بيوت متنقلة الامم المتحده هذا اول برودكت انتجته هذا ان شاء الله هذا بوست هذا لسه ما نزلته هذا منزلين واحد عندي الفاير اللي بيعادل مواصفات السوق بس لما لانه انا اليوم شركه جديده اذا بفوت اوام بالبردن فانا كثير جاب كبير اليوم بدي اعمل اسم لستيلود ونزلنا اول شيء هو الاس دي بي هيدا بيعرف شو هي ستيل وستيل وبلشت من ساينس انا ماني تاجر انا صرت بارتنر لاني ساينتست مش لاني تاجر مع احترام للتجارة انا فتت بطريقه علميه ونزلنا برودكت جديد نوع جديد على السوق وهذا النوع فينا نقول الطريقه الامريكيه هيدي الاصح هي الطريقه الصح هي الطريقه الامريكيه انت لما انا مسافر كثير لما تروح على كل بلد عنده كلتشر عنده عادات تاخذي الاشياء المنيحه وانت عندك اشياء منيحه بتعملي مجسم منيح بالبحرين بدي اعود لتاريخ وجودك بالبحرين عملت سياره خبرنا عنها وشو مواصفاتها وكيف طلعت الفكره وكمان في عليها براءه اختراع لا السياره ما عليها براءه اختراع نو السياره كان او تسجلت كماركة تسجلت كماركة تجاريه نعم كنت عم درس ابن ملك البحرين الشيخ خالد بن حمد وكان بدنا نعمل بروجكت عن شيء ساينتفك فشفت شو ميوله شو بتحب عنده كذا ميول منهم كان السيارات بدنا نعمل سياره سوا كان هو تلميذ هو كان تلميذي هو كان تلميذي انا كنت مدرسه فيها كثير اي مدرسه وقتها بابن خلدون مدرسه ابن خلدون بمدينه عيسى نعم فبدنا نعمل سياره وحتى لو ما زبطت انه اتليست ابن خلدون الوطني المؤسسه الاكاديميه العليا المعلنه في حتى لو ما زبطت يعني جربنا وبلشنا نشتغل وطلعت كاج و
اسم كاج على اسم كاج هي خالد آل خليفة وأفيوني غسان وخالد آم غسان. وفي كان عندنا واحد كان عم بلحم معنا اسمه عبد القاسم، فخالد عبد القاسم بلحن غسان اللي بلحم الوالدين، فاسمه كمان خالد عبد القاسم غسان. فكانوا ثلاثة اشتغلوا عليها، وسيارة عندها مواصفات كتير حلوة. خبرنا عنها. هل إذا عندنا صورة حنعرضهم؟ بس يس، السيارة فيها نغير لونها بساعة، معمولة من قساطر مي، كمان ريسايكلد. كان الفكرة إنه فينا نعمل بروتوتايبينج لسيارات، بيجي واحد بدي يعمل سيارة على كارت، الانجن تاعها كان من الفرد، يعني كل شيء محلي، كل شيء محلي خردة من الخردة بويست لاند فيك تعتبري. يعني رايح على الكب، جبنا وعيشناه ورتبناه وزبطناه، والسيارة ريموت كنترول دورز، نافيجيشن، جي بي اس، ريفيو كاميرا، سبورتي من جوا، كلاسيك من برا، لانه يعني ذا كلاسيك تنسى يعني. يا حلو، انا سقطت عم نجربها، سقطت بالفورمولا 1 ريلي بحلبة الفورمولا 1، وعندي صور بلبنان عنها وهيك. طيب هو في حال تخربت مين بيصلحها؟ المصنعين. الحلو فيها كان انه من وقتها انا عم بعلم بالبحرين، كان دائما اقول لهم بحب صنعها بالبحرين، صنعها بلبنان، صنعها بالامارات، صنعها، يعني فينا نصنع صنع المحل، صناعة المحلية، فينا نصنع، فينا نصنع، في شباب وفي تمويل وفي أرضية وفي إنفراستراكشر، بدها جرأة. شغلة بدها جرأة. أنا فيني جيب، يعني أنت مع شعار بتحب بلدك حب صناعته؟ يس، أنا الصناعة وخاصة بتعطي فاليو، وخاصة إذا كان صناعة مبنية من علم فبتنزل صناعة مميزة، بتصير عالم بتحب تجي تاخدها من هون. درست فيزياء بالبحرين، وكانت علاقتك مثل ما حكينا ببداية مع طلابة كتير جيدة، لازالوا يشكروك حتى الآن، وعلاقتك فيهم يعني in contact حتى هلأ. صحيح. خبرنا شوي عن هالمرحلة. كنت ممكن عم درسهم اللي شو حتصيروا لما تكبروا، فكله بقول لك كل كان التوجه بزنس. يعني فلان بزنس بزنس بزنس، طب يا أخي ما حتصنع شيء، طب كلكم عملتوا بزنس، ناخد وكالات من برا، طيب اعتبر الوكالة وقفت من برا شو بتعمل؟ فكنت دائما توجهي انه صنع شو ما كان، اي نوع درينك، اي نوع، بس صنعه. بس لهلا بيحكوا معي يعني هلا في هل بتقدم نصايح كرمال ايضا اختراع امور جديده ولا مع طلابك اللي هلا عم بيدرسوا او حيتخرجوا؟ هل بتساعدهم حتى؟ اكيد اكيد. انا حتى هون حتى بالامارات مستعد، وحكيت مع اوفيشلز هون، يعني بنروح على جامعات بتلاقي طلب طلبه عندهم قدرات، فيك بس توجهيه تساعدي، ما ضروري يكون علاماته 100 على 100. في شباب وبنات هون بيكون عندهم قدرات بتشوفيها بعيونهم، بس افتحي له مجال يجرب يجربوا، في ويب صناعه كامل هائل موجود في نستفيدوا منها، اللي بيفيدوا الايكونومي تبع البلد. من الناس اللي تاثرت فيهم جدا هو كريستيان كلوسن. خبرنا كيف كانت يعني، ما الذي ما هو الجديد اللي اخذته منه؟ الدكتور كريستيان كلوسن هو ماي منتور، الله يرحمه، توفى بجانوري 4 2018. هلا ما هو شيء، يعني كنت عم حضر الكتاب مشان ابعث له اياه، كان نسخه قالوا. لما رحت على امريكا شاف بوتنشل عندي وامن فيني، كان عيط لي ماي ليتل فرانكشتاين. كان عيط لك ماي ليتل فرانكشتاين؟ كان في كتير بروجكتس اشتغلنا عليهم، حتى لو اني مني مباشر عليها كان يسالني عنها، وكان عنده بروجكت من البروجيات اللي اشتغلت عليه الماسترز، كان رايح تمويله بوجودي، رجعنا تمويله وقتها وخدناها لمرحله ثانيه من 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 حل علمي جديد. كيف وبعدين دليت تابعت معه بالدكتوراه، ولسبب معين تركته ورجعت. مشاهدينا نتوقف مع فاصل علينا ونكمل حوارنا مع العالم اللبناني الذي نفتخر به غسان أفيون. سنعود الرواد. سيفك معنا كله حواس. لإعلاناتكم الاتصال بشركة الشعلة ميديا على 00971443572 79 أو 00971566303030 أو info@alshalamedia.com.
www.dafitelf.com. مع دافيت تلف ما رح يوقفك. أنا بحبه كيرلي لأني بحب كون غير. أنا أظفره لأن شعري قوي زيي. أنا بملسه لأنه بحبه كده. أنا أغطي لأن هذا قراري. أنا بصبغه لأني بحب التغيير. عشان أنا حرة شعري كمان. خليكي على طبيعتك. دوف مع إصلاح الكيراتين الفعال بغذي بوقف 90% من التلف قبل ما يصير. ليبقى شعرك صورة عنك. مجموعة إصلاح التلف من دوف. جاكوار إي بيس الجديدة. أهلا بكم في مصنع شاي ليبتون. الطبيعة هي مصنعنا. المطر نظام رينا. الشمس مصدر طاقتنا. والرياح أفضل محركاتنا. بخبرة 125 عاما نصنع لكم كل كوب شاي ليبتون غنيا بخيرات الشمس لنمنحكم المذاق الطبيعي الغني والرائحة المميزة لشاي ليبتون. هل يمكن لسائل الاستحمام أن يوفر تجربة استحمام وأكثر ليكون كقوة أنوثتك كعبير الزهور وخفة الغيوم ناعما كلمستك بفخامة زيت العرعر وروعة الأوركيد السوداء ليطلق عطرا آسرا كسحرك. سائل استحمام لوكس الجديد أكثر مما تراه العين. صيفك معنا كله حواس. جماعة انتو لازم تستعدوا منيح لانو الملك هلأ جاي من مكان بعيد لهون. يا
هول اللي عم تعبوا، شو جنيت؟ هلا بيشوفوك الناس سنان. وهلا نبدا. تعالوا على المعركة. شو وقع؟ لا مو معقول. وانا حياتي كلها رح تكون إليك. كريستينا انا بوعدك اني رح لاقي بنتنا الأميرة أروى ورح رجعها على مملكتنا. أميرة القصر يأتيكم يوميا ما عدا الخميس في الساعة 11 بتوقيت الإمارات، والساعة 10 بتوقيت السعودية، والساعة 9 بتوقيت مصر، والساعة 8 بتوقيت الجزائر، ويعاد في الساعة 3 بتوقيت الإمارات، والساعة 2 بتوقيت السعودية، والساعة 1 بتوقيت مصر، والساعة 12 بتوقيت الجزائر. خليش حد يمسكني من دراعي بيوجعني. عشان خاطري أنا نمشي دلوقتي، قلبي هيقف. لو حد عرف إن أنا لقيتك هنا هخسر قوتك. عرفت مين اللي عمل كده؟ للأسف القاتل هرب. تعرف الموضوع دوت لو تعرف هيحصل إيه؟ اسمة تهانم، إحنا عيلة واحدة. حامل من مين يا ورد؟ حسك عينك تجيبي سيرة تقربني قدامها بأي كلام. وآخرتها أمين. ما بتزهقش؟ هو انت ليه امي مش هتن احب واتحب زي الناس؟ نفسي اطمن على اختي واخدك واخدها في مركب زي دول. انا حاسه ان هي بخير، وحاسه ان في غلطه احنا لسه ما نعرفهاش. ابني انا قدام مجاك بتاعك. لا يا ماما، مش هطلع اقول لمراتي اللي بتحبني ومخلصه لي اني شاكك فيها. هي من ساعه ما اتجوزنا ملهاش امنيه غير انك تسيبني واديك بتسيبني اهو. بس كويس قوي ان انت فاكره وعدي. اعمل ايه؟ الشوق متمكن مني. بتهددين انا حته خدامه؟ جراند هوتيل يأتيكم يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والخميس في الساعة 7 بتوقيت الإمارات، والساعة 6 بتوقيت السعودية، والساعة 5 بتوقيت مصر، والساعة 4 بتوقيت الجزائر، ويعاد الساعة 11 بتوقيت الإمارات، والساعة 10 بتوقيت السعودية، والساعة 9 بتوقيت مصر، والساعة 8 بتوقيت الجزائر. راشد نظامه ايه يعني؟ كان بيتعامل على اساس ان احنا في علاقه بتاع. يعني هي تبعك؟ ملهميه. عندها كام سنه؟ حتى بعد ما يبقى لازم نعمل حاجات المتجوزين دي. انا كل يوم اهجابي بيكي بيزيد عن اليوم اللي قبل. بلاقي معدتي انا كان الزمن واقف، كان عندي لسه 16 سنه. ما هو مش كل واحد خبر واحده مرتين ثلاثه هيجوز يتجوزها، يعني كده البلد كلها تبقى متجوزه بعض. بس انا مش عايز اتجوز البلد كلها. تقدرش تقول لي بتحبني ولا لا؟ انا محسسني ان هو ابني اللي ما يعرفش ياخد خطوه من غيري. انت خايف مراتك تسيبك؟ انا عمري ما قلت لك اني هقدر انها تسيبني. بس انت عيله صغيره قوي يا نجيب. انا بحبك حبيبه، وانا وعدك انك عمرك ما هتشوفني تاني. لا تطفئ الشمس يأتيكم يومياً ما عدا الجمعة في الساعة 6 بتوقيت الإمارات، والساعة 5 بتوقيت السعودية، والساعة 4 بتوقيت مصر، والساعة 3 بتوقيت الجزائر، ويعاد في الساعة 10 بتوقيت الإمارات، والساعة 9 بتوقيت السعودية، والساعة 8 بتوقيت مصر، والساعة 7 بتوقيت الجزائر. سيفك معنا، كله حواس. لإعلاناتكم الاتصال بشركة الشعلة ميديا على 00971443572279 أو 00971566
3030300 أو info@alshu'lamedia.com. وأهلا وسهلا فيكم. هناك طابع لكل مدينة، لكل شارع وكل سكة، طابع يمثلنا كثيرا ويحكي من أين أتينا. إن كنت ملكة فاشرقي على المسرح، والسر يكمن فيما ترتديه، في قاعدة اللباس لديك، منها إليك يجمع كنا قاعدة لباس لن يفوتك. كلما تعرقت أكثر تصبح فروة رأسك دهنية أكثر، ويزداد احتمال ظهور القشرة. اقضي عليها مع كلير للرجال، قوة مرتين أكبر للقضاء على القشرة. كلير للرجال، أداء الأبطال للقضاء على القشرة. احتفل بموسم كرة القدم مع بوات الأبطال المحدودة الإصدار من كلير للرجال. يوم زواج أعز صديقاتي، سفرة أكتشف فيها العالم مع لينا في أسعد أيام حياتها، وأنا مستعجلة لموعد مهم، وأنا متحمسة في الجيم. في كل لحظة حلوة في حياتي، عيشي حياتك في كل لحظاتها. سنسلك الجديد مع تكنولوجيا نيوتري شاين لشعر قوي ولامع. سنسلك لشعر رائع في أي وقت وأي مكان. خلينا نختبر قوة فازلين جيلي لنكتشف الفرق. وضعنا فازلين جيلي على ورقة وتركنا التانية من دون شيء. بعد أيام قليلة فقط الفرق واضح. وإذا كان بيقدر يرطب الورقة ويحافظ على نضارتها، تخيل العناية اللي حيمنحها لبشرتك الجافة. عشان هيك ما في شيء أفضل من فازلين جيلي. استخدمي فازلين جيلي الأصلي، ما في شيء بيعتني ببشرتك مثله. نفس فازلين جيلي اللي رطب الورقة وحافظ على نضارتها موجود هلأ بجميع منتجات فازلين لوشن. قوة عناية فازلين. جدتي 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 جدتك فيتامين سي السويتش الصح. صيفك معنا كله حواس. عدنا الرواد. أهلا بكم مشاهدينا مجددا في هذه الحلقة الخاصة مع العالم اللبناني غسان أفيوني. غسان، أنا عم تابع بالبيوغرافي اللي أنت عاملها، في كتير مقالات نازلة بالعربي بتتحدث عن ستيل وود اللي هو أول مصنع الأخشاب من سعف النخيل ومخلفات البناء. كيف كانت الفكرة لإنشاء معنى للاتجاه إلى الصناعة من من يعني التيوري إلى التطبيق؟ أوكي، من التيوري إلى التطبيق عادة الواحد يمرق بمرحلة اسمها إندستريليزيشن، وهذه حتى فوت مع ممول يعملها ما بتزبط، يعني بمكلفة كتير. تمام. التوجه كان نعمل مصنع بالوطن العربي، وكانت الإمارات. ليه اخترتوا الإمارات؟ الإمارات بلد مميز عن الدول العربية بكتير أشياء، كقوانين سابق عصره وقوانين، وعنده استثمارية، عنده البنى التحتية اللي بتخليك تبدي فيه. يعني أنا فايت بالريسايكلينج، ففي بنى تحتية أوريدي موجودة. والماتيريال منين بتجيبوه؟
الماتيريال في نوعين ماتيريال. الماتيريال اللي احنا بناخده من المقاولين قبل ما يروحوا على مكب. اوكي. عاده بيعمروا بنايه مثلا بيستعملوا هن خشب ليصبوا باطون. بس يستعملوا كذا مره بيكسر الخشب فبياخدوه على مكب. لما بيروح على مكب هذا عم بيعمل كربون دايوكسيد ثاني اكسيد الكربون اللي هي الامم المتحده عم تحاول توقفه. فنحن اتفقنا مع المقاولين انه بلا ما تكب ولا عم تنازل قانوني دفعون حق المكب. فنحن اتفقنا مع مقاولين كبار هون بيجيبوا الخشب لعنا على المصنع بنلحقهم نحن بوينتس بنقاط بيستعملون هن للجرين بيلدينج يعني اذا بدهم ياخذوا شهاده ليد او ياخذوا شهاده مباني خضراء شهادات بياخذوا من النقاط بتساعدهم انه يحصلوا عليها. نحن ناخذ الخشب بننظفه اوتوماتيكيا شيء من المسامير او الحجر او اي شوائب بيمرق بالمصنع بيطلع المنتج معنا هو الاس دي بي. بهالطريقه بنكون نحن عم نساعد بالتغيير المناخي وعم نساعد بانبعاثات الكربون وعلى توجه الحكومه بالامارات وعلى توجه الامم المتحده كمان بالعالم. انت حكيت انه الامارات هي بيئه حاضنه للمشاريع المستقبليه. خبرني بعد التفاصيل ما واجهتك صعوبات ابدا انت بجبل عالي اليوم؟ ايه فريزون ابدا ما في صعوبات كان كل شيء واضح. هذا هي لما تروحي على بلد ثاني هلا بتبلشي من الامارات صار سهل اعمل له كوبي ريبريزنتنج كوبي للمصنع برا فروع. الامارات هي عندها متطلبات عاليه وعندها متطلبات دوليه فلما بينجح المشروع بالامارات مواصفات على مواصفات سبيكس يعني عند بس نفس الوقت واضحين. يعني بتروح عند اي دائره حكوميه يعني عندهم ليست من واحد ل 10 كل شيء منظم اورجنايز طبقيهم انت بتحصلي على طبقي هالشروط هالشروط اذا خلصت بتحصلي على على الترخيص على الترخيص اللي بدك اياه فالسيستم واضح. محلات تانية بالوطن العربي للاسف ما انها واضحه وهيدي بتضيعك ك انا عندي مستثمر بتضيع الموهبه والشغل والاموال اللي عم تنحط بالمشروع صحيح. وهيدا بارجيك قديش الامارات صابعه عصره بالوطن العربي وحتى بالعالم يعني حتى في دول اجنبيه منها هيك. فانت بتروحي انت على اي دائره 1 2 3 بتعمليهم والتايم فريم تاعيتها منيحه يعني ما بتمنى ما بتاخر. اوكي باي مرحله هلا ستيل وود اندستري يعني انتم كشركه جديده ناشئه كنتم مشاركين بمعرض المدن المستقبليه صحيح. كيف في صعوبه لتعريف ال السوق الاستثماري عندكم؟ هل بتلاقوا في بطء معين مثلا او لا؟ لا لا باي مرحله انتم اليوم؟ احنا بلشنا اول لوح طلع رسمي يعني للبيع ب 27/8/2017 اللي هو اللوح الخشب من اللوح الاس دي بي ايه اللي هو غير قابل للاحتراق. لا هو غير هو بيحترق بناء على مواصفات العالميه يعني كلاس 1 وكلاس A والى اخره يعني لما يكون في حريق اكسترا اوردينري مثل غيري اليوم انا ما فيني انزل ضد النار اوين قلت لك في عندي مراحل بس انه يعني شو ميزاته طيب منه مضغوط ومنه ام دي اف هو نوع ثاني بنشغل فيه كل شيء اللي شفتيه بهالاوضه ارضيات يعني عنده قوه ميكانيكال بروبرتيز عاليه عنده صلابه عاليه شغله بنشغل فيه بسهوله هذا كل اللي شفتيه من دارك نوع واحد خشب لا الام دي اف بيعمله ولا الخشب لما بيكون في نوع واحد خشب شو بيعطي مميزات اكثر من غيره لا يعني حتى كل انواع الخشب مع بعض مجموعين ما بيعملوا شيفتي يعني حتى عم تحكي شو سميتوه هذا النوع اس دي بي اس دي بي ستيل بناء على دبي او يعني ستيل كاسم الهد وهذا على فكره هذا منه ماركه هيدا نوع يعني كان عندنا الجراه انه نطرح بالسوق شو الفرق بين الماركه والنوع الماركه هو بيكون مسجل باسم حصر الشركه براند بيكون مسجل باسم شركه اما هيدا متناول للجميع باقي ولكن هيدا نوع جديد طرحنا بالعالم نوع جديد وعم يطلب عم يتم عم بيصير الطلب عليه لانه بمعنى اخذ محل بارتكل بورد واخذ محل ام دي اف وين هو اس دي بي وين هو باقي الكاتيجوريز يعني عليهم والله البرغي بيحمل 400 كيلو و300 كيلو الارضيه هون خشب من اس دي بي نو سافان اللي شفتوها تحت اس دي بي فينا عملنا عواميد حتى طلعنا منها بي سي اس فينا نعمل مع عواميد فينا نطلع في بنايه وهلا طالعين مشان نشوف برات الامارات على دول بطوكيو بساوث كوريا وبلندن مشان نعرض البرودكت هيدا مسجل على ستيب 2 هيدا في شيء مسجل بالولايات المتحده الامريكيه ولا لا لا لا, لا هيدا ما مسجل هيدا طلع هيدا اخترع تحت سما الامارات حيوصل للعالمية أكيد.
كنا عم نحكي بالبداية عن الروبوتزم، إنه كل الدنيا رايحة للتكنيك، وأنت وصغير كنت دايما والدك أو يعني عشت بين الأشياء اللي بدها تفكير مش الأشياء اللي بدها حل. كيف بتشوف يعني كعم نقرأ ريبورتاج أو عم نشوف ريبورتاج عم نحط بوسائل أجنبية إنه كل شيء بال 2038 أو من 28 وطالع رايح ل يعني الآلات هي التي مش تحكم العالم، ونكون كتير عم نعمل تضخيم للأمور، ولكن سيكون لها دور كتير كبير على البشر. يعني برأيك أنت تحرك يعني عقلك يحرك الفكرة، والفكرة بتخترع الروبو، مين بيغلب التاني بالنهاية؟ البشر قد ما كان البشر. شوفي حتى اللي بده يعمل الروبوت بده يبرمجه بشر بالنهاية، وبده يديره بشر. أوكي. بس انت حتفوت بهيدا المجال وتوصل لهالمرحله؟ انا اليوم مصنعنا كله فولي اوتوماتيك، بس عندي عالم، انا بلا عالم مصنعي بيكون حديد. انا اليوم بنو للشباب عندنا، احنا ما بنصنع خشب، احنا بنصنع عالم. يعني كيف؟ يعني العامل الصغير عندي صار مدراء، بتطلع بقدراته، بشوف شو وشو فيه وشو عنده بوتنشل، شو عنده قدره بقلب حاله، وبتلاقي موقعه غلط، فالدنيا حطته بموقع الغلط، بتحطيه بمحل تاني بيعطيكي. المكنة عندي أنا روبوتك أوريدي تشتغل أوتوماتيك لحالها، بس بده واحد يكون الدماغ. المكنة إذا غلطت حتى لو كنت مبرمجة صح ما فيها تصلح غلطها، بينما الإنسان إذا كان بيقدر يشوف غلطه أو بيقدر يصلحه، فما في غنى عن عقل الإنسان. حتى المكنة اللي هيعملها هيعملها على الإنسان. لا بالنهاية. هل عندك بلان يعني مخطط عشري بعد 10 سنين لوين بدها توصل مؤسستك ستيل وود إندستريز؟ الحمد لله بعد الفيشر سيتيز والويد شو عم بنحكى لهم بمصانع على مدار العالم من ستيل وود، لانه اللي اقترحنا نوع جديد خشب، في عندنا اقبال من شركات ضخمه من امريكا لطوكيو سيول واستراليا بدهم ياخذوا هالاسم وهالطريقه بتصنيع الخشب. نحن كل شيء بنعمله من قص شجره. فهمنا. أوكي. معروف انه من بالاضافه عاده معروف انه اي شيء معاه تدوير بيكون ضعيف. لا معاطي دوير. انت مع جرو جو جرين لدرجة انه في عامل موكات جازون بقلب الشركة. لو فينا نفوت شمس هي لان ما فينا نحط لنا الويفلنك تبع الضوء، هم بتأذي الموصفين، بس هي اخضر. بس انت عندك شو حكمة انه لو فيك تدخل الشمس على المكتب كنت دخلتها؟ ممكن تصير يمكن. لا بس تأذي العالم تأذي الشباب. خبرنا غسان، كيف انت بتحس انك يعني ابدعت وقدمت شيء؟ كتير ناس لبنانية بيقولوا بدنا نقدم شيء لبلدنا غير انه نحن بس نحمل اسم بلدنا، فانت وين من هالمقولة؟ شوفي اليوم عم زادك تحكي على لبنان او عم تحكي على العالم، اليوم العالم صار بلد واحد قسم من جهة البيئة. يعني اذا بيفور بركان بالمحيط الهندي بيتأثر في غرينلاند، فهيدا عم تحكي كوطن هي الارض. هلا مشان لبنان في شباب مبدع بلبنان، وفي شباب مبدع بالوطن العربي، في شباب مبدع بالعالم بده يجرب. للاسف نحن بثقافتنا اذا ما زبط اكسبيرمنت بيقول انا فشلت. هو بس هو بالفعل كيف بيعالج الفشل الواحد اذا ما زبط؟ اذا ما زبط لاسباب انت جاي بتعالج الاسباب، انت لما زبط بيعلمك، واذا ما زبط بيعلمك. بالحالتين يس في يس تجربة بفوت واحد مثلا معك اخترع لي هالشغله ما زبطت بياخذها كفشل، نو هذا علمني شيء، هالطريق غلط، في طريق تاني بيكون صح. هيدي العقليه السير الوطن العربي اسمها اجت. اذا ما زبط اكسبيرمنت ما معناتها انت فشلت، معناتها الطريق اللي رحت فيها هي ما انسب طريق، في طريق تاني فيك تروح فيها. يعني الواحد يعرف ان يصل خير من ان يصل متاخرا، شو ان لا يصل ابدا، صح؟ يجرب. يعني مطلوب تجربي، واشياء اوقات بتكون بديهيه. لا اذا انت عايش بقلب مشكله ما بتشوف المشكله، بس طلعي حالك على من المشكلة طلعي فيها بتلاقي في حل، في حل. بس بدك ما يكون خلص الوقت وما بقى عندك وقت لتعمل لتلاقي الحل. هل انت بتعيش سباق مع الزمن؟ شوفي انا كل شيء انعمل ما عملته لارضي غيري، انا عملته لارضي حالي. يعني بقول لهم حتى لما كنت اعلم، لما تعمل اي شيء دماغك بيشتغل بطريقه بيحط لك فرص نجاح مثل علم احمر براسي، انا عملتها فبيعطيك ثقه، فبتبني على الثقه ثقه ثانيه، برجع بتفوت بمشروع اكبر وبيعطيك ثقه، عامل لك ستير ده عم تكبر. انا ما يعني مشروع ضخم عم تحكي كشركه مبلشه صار لها كم شهر عم بنحكى تكون بكل العالم. من الثقه الموجوده بفوت هالباب وبتعلم بتعلم وان شاء الله بعلم.
عارف ما هو بين يديك يعني هيك بالنهاية. بس ما قلت لي شو فيك تقدم للبنان أنت كغسان أفيوني؟ شو قدمت للبنان؟ أنا قدمت للبنان أقل شيء صيت حلو. أقل شيء صيت حلو. لبنان في كتير مجالات بينشغل فيها. الصناعة بلبنان تشتغل. إذا ما فيك تصنع فيك تعمل أبحاث سلمية. في عنا مشكلة قصة الزبالة اللي كان عم تسمعنا فيها. نفايات. في مشاكل تانية. هل في فكرت بهالموضوع؟ حكى معي. بدنا نبلش. شوفي بيبلشي من البيت نفسه. أوطى الهرم هو أكتر عدد. يعني بتبلشي ثقافة صغيرة تبلشي العالم تفصل. يعني تبلش تفصل مثلا البلاستيك عن الخشب عن الإزاز. لما انفصل أنت وجدتي مواد أولية كانت عبء صارت حل. كانت عبء على الاقتصاد صارت حل للاقتصاد. بتاخد من جهود شخصي من كل شخص من قلب المدارس بتبلش ومن قلب البيوت. بس مشكلة لبنان صارت أكبر من هيك بكتير. خاصة مع الأمراض هو كل ما بننطر على المشكلة كل ما عم تكبر بده يجيك فترة تعملي حل. بدي تحط إيدك تقولي هلا بدي وقف ونبلش نوجه للحل. ولا حدنا ناطرين سوري مثل بيقولوا بدنا حدنا نقعد نق على حالنا. في حلول نندب وفي آية وفي حلول وفي أدمغة وفي كل شيء بدنا إياه. بس بدك واحد يقول لك أنا بدي أجرب. شو الحكمة أو العبرة؟ هلا أنا بعرف إنك اختصاصاتك معروفة ولكن هل بوقت فراغك تنتقل لعالم آخر بممارسة كتابات أخرى أو قراءات أخرى أو ميول أخرى بعيدة عن العلم اللي أنت فيه يعني أنت مبدع فيه؟ عندي هواياتي أنا. بس بهالفترة هلا صار لي سنة ونص أجي فترة ستيلو إجمالا كان كل تقلي هون. أنت عندك فريق وهالفريق إجوا من مالتي كولرد من لونين انترناشونال. ايه وكان اول تعرفي مثلا هالبلد بكره بعض فيه حروب تاريخيه دمجتهم بقلب المؤسسه دمجتهم. هيدا شيء برا. انا برقص بنجابي وفي عندي فلبيني بغنوا لرغب علامه. فعملنا ميكس لانه الميكس باور. فعملنا باورفل تيم واخذ مني وقت كتير لعملها واخذ مني وقت لحتى كمان دربهم يكونوا مالتي كولر مالتي تالنتد. فاي موظف اي فاميلي ممبر بيستيل وبيشتغل شو ما كان. ايه بس دخل هون. انا بحس حالي هذا بحسه انذر هوبي. بحسه هوبي تاني. انت عم تعملي مولد لشخص انك تعمل ميلتينج بين الناس. yes. بعدة yes. توجهات. yes. وافكار. yes. والوان. فهيدي انذر تايب اوف هوبي يمكن من مرقة. انه هيدي بس وقت الدوام بتكون. لا مش وقت الدوام. وبنفس الوقت مشان ما اكون كثير مثالي كمان اوقات اكون قاسي. بس قاسي قبل ما اكسر. يعني بقصة بعرف شخص مثلا عنده قدرات بشد عليه وجع برخي وشد عليه وجع برخي لحتى ارجي انه لما تكون عندك شافه حديد عم تطفيها بتوجع بيطلع تحت الذهب. فبتشدي تشدي بتشدي بيطلع الذهب. فالمعدن جوا عند كل انسان. هو عم بيقول لك انا ماني قادر هي قدرتي. لما بدك تغير التغيير بيوجع. لما بتوصلي لجوا توصلي لهو يوثق بحاله. فانت عملتي واحد يمكن ما دلوا عندي الشباب او يعني الاستثمار بالبشر هو اهم شيء. ما دلوا عندي يروح ما هو راح. بقول له مفتخر شو بتروح عندك كنت مدير مصنع بمحل ثاني اتليست مرقت بحياتي. او يمكن انا اشتغل عندك ما بعرف كيف الدنيا بتقلب. فانا اتليست مر حدا بحياتي وسامها وانا اثرت فيه. بدي اسالك عن المحلات اللي انت حسيت فيها انك حتوصل لطريق مسدود. انت قلت الفشل ممكن الواحد يحوله لنجاح. ولكن بنفس الوقت مين بتلاقي ناس حولك بيحملوا هذا معك يعني بيحملوا هذه المرحله بيكونوا سند لك؟ عندي مدامتي يعني وعائلتي من داري تحملوني كتير. على فكرة نقلنا كتير واجت وعود واجت وقعات قوية. كل ما تطلعي بالعالي كل ما بتوقعي وقعتك أول. فطلعت ونزلت وطلعت ونزلت. أول فترات حياتي أمر بمراحل ديبريشن أو مثلا إبداية أو اتعلمت بعد 35 توقع وقعات اللي بنفط حالي بالغبرة مكمل. ما في حل. عارف أنا رايح باتجاه صح. عارف في معي شيء قوي. عارف بدي بس لاقي الجروب اللي يفهمني. ولقيت جروب فهمني وسحبين سوا. فالوقعه بتعلمك وهوليك الوقعات علموني كيف لاقي فريق. علموني كيف لاقي الفريق اللي بيوقف معي. كنت عم قل له كان تحضير لشيء. طيب شو فينا نقول للشباب اللي هن كتير نحن بنسمع عنهم عندهم براءة اختراع بس لكن ما بنلاقي حدا يتبناهم او ما بنلاقي حدا يسجلهم او تسرق افكارهم. شو منقول عن حماية الملكية الفكرية هون بهيدا الصدد؟ شوفي
اذا بده يعمل اي شاب بده يعمل شيء فيه يعملها. تجربه غسان افيوني تجربه من مختبر، برجيك صور الصوره اللي عملت ستيل ودي فرجيك اياها. اي مكانات ما كان في مكانات لتعمل الاكسبيرمنت، اضطريت اعمل مكنه لتعمل لي مصنع. يعني عملت البروسس، انا صنعت المكانات بلبنان بطرابلس ما في انفراستراكشر، ما في هالصناعه كلها ما موجوده، فعملت المكانات اللي عملت لي المصنع، ودول حجيبهم عملت مثل ميوزيوم تحت بالستيلود هدول. هذا يور ليتل لاب. في شباب بيقولوا انا ماني قادر الحق عليه، هو بيكون هو سكر باب حاله، في يوقف اذا هو بده. اذا هو بده فيه مثلا، في انا قابلت ناس كتير، في شاب كمان قابلته هون بالامارات عنده حل الكهرباء بلبنان، بس ما حدا بيتبناه. يعني بده يضل يجرب، بتحس انه يضل يجرب يدق ابواب. انا لو بارجيك كان باب ضائق وبالاخر صار مدق ابواب، بصير انا صار عرفت شو بدي اعمل. بدك تضلك تجربي. ليكي اذا 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 شيء سهل كل انسان بيعمله، اذا سهل بقول لاولادي اذا سهل انا بدي كان دوت، لانه منه سهل لما وين يدوت حتكون مميز. فاذا لا اذا انا بخترع شغله وناطر العالم تيجي تساعدني فيها، ما حدا حيساعدك. بدك انت تقومي وتقومي تبرهني، ولما تبرهني لانه بيعرفوا ما عندنا الارضيه تاعت الابحاث بالوطن العربي للاسف باكثر البلاد. فاول سؤال كيف عملتها من طرابلس؟ هذه المشكله كثير سالوك هالسؤال. ايه كثير. كيف عملتها من طرابلس؟ عملتها من طرابلس، لك السامبل قدامك وعندي سامبلز، تفضل. ما صدقوك بالبدايه ليه؟ وحتى في ناس حتى مثلا تحت ضد النار، في ناس وصلوا لمرحله انت يا غسان مكتشف شجره ما بتحترق، قلت لك لو عندي شجره بيعك البذر ما بيعك المصنع. حل الفكره. يعني بوصل لمرحله انه بصير عنده سسبشن كثير، انه حتى لا مستحيل، شكوك انه كيف طالعه من لبنان ونزلوا ولونوا خشب وقتها وعملتوا قدامهم ليتاكدوا انه هذا خشبهم اللي كان انا عملته. اليوم في مصنع موجود. يعني قديش ما صعبه هالمرحله كانت. لا 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 شو انا بتفهمهم، ما انا لما بدي يا بدي اتخانق معهم يا بدي احط حالي محله. ما في بنى تحتيه للابحاث بلبنان، لا بلبنان ولا بكثير من الاماكن ما في. فهيدي بالعالم العربي تفهمي، وهو المال غالي بكون عم بده يحطه خايف، بده يحطه خايف. كيف كسبت ثقتهم للي هن يعني حطوا مالهم؟ واحد منهم كان تلميذي فتعلمته وتركناه. اخر مره شفته ب 2008، رجعنا 2007 2008 رجعنا مع بعض بال 2011 شو صار في تواصل عن جديد. كبر رجع تذكر، انا كنت كثير استاذ ترى قوي يعني ماني سهل طف يعني ممنوع الغلط. كنت اقول لهم ما تحبوني هلا، لما تكبروا بتحبوني. فهذا من الشباب اللي لما كبروا حبوني لانه انت اللي عملتنا، انت اللي اثرت فينا. وبلشت الحكي ولا معي منهم شباب يعني اخذت الفتره سنين لحتى انا جاهز من 98 من 98 وانت جاهز. وبهالفترة عملت كثير اختراعات غير يعني، ففت بمجالات غير وهلا صرت جاهز بكثير اشياء. هلا فتت بمجال العمل عبر المصنع هون بالامارات. إيه لوين بدك توصل غسان افيوني؟ باخر سؤال لك بهذه الحلقه، حابب برهن للشباب وللعالم انه اذا بدك تعملها بتعملها، وان شاء الله بيوصل يوم ستيلو تكون اسمها عالمي. ويصير اي واحد عنده شك انه ما في يعملها في يعملها، وبيعمل شركه وبتكون كمان عالميه، يشتغل بصدق، يامن بقدرته ويدور على فريق من داره. وصدقيني المال كان اجت فترات لانه هيدي بدها انفستمنت، بس حتى قبل الريسيرش عملت لحالي. قديش قيمه هذا الانفستمنت اللي ممكن يدخل بهيك مشروع؟ بتحكي ب 100 دراهم منه هي. وهلا عم نحكى صار لما عم نحكى بستيل وود، ما عم نحكى كقيمه فعليه للمصنع، عم نحكى صارت قيمة فعلية للمصنع نقطة مقابل قيمة التكنولوجي. يعني الانفستمنت لهذا المشروع ضخم، أموال بدها تنحط كبيرة. بس أنت عم تحكي من مصنع عنده بروسس كامل، وقيمة قلت إنه قيمة الفكرة هي اللي أصبحت، قيمة الفكرة صارت كبيرة، والاستثمار حيكون بالفكرة والمصنع الماضي اللي موجود. وإن شاء الله بدله ستيل وود، وبعدها إن شاء الله في ستيل بلاستيك اندستريز، بلاستيك ذا باور أوف ستيل، هدول بنسمعهم. في كثير أشياء بالفترة اللي كنت الوقت الضايع لتسي ارجع على المختبر وارجع جرب شيء تاني، شوف مثلا بلاستيك ضعيف قوي، شوف طريقه صناعته غالي رخصها، كان يعمل انبعاثات مثلا بتضر الانسان زبطها. وهلا صرت جاهز لكذا. بعدك لازلت طالب؟ شوفي كل ما بتتعلمي كل ما بتحسي حالك ما بتعرفي شيء. كل ما بيطلع كل ما بتفوتي باي مجال بيكبر بحر العلم اللي فيه، بتلاقي في كثير اشياء بقلبه بتخوفك انه اصلا معقول احتمالات كثير تصير،
وما بتوصل لألتيميت علم أبدا. قصدك يعني لا متناهي العلم غير متناهي. كل ما تفوتي خطوة كنت تحسي حالك أجهل بالكتب تعرف. ذكرتني أسألك وهيدا عن جد آخر سؤال عن تعاطي الزعامات الطرابلسية معك. أكيد دقيت بويبون ورحت لحتى كنت بعدك صغير وجديد وعامل شيء مبسوط فيه. كيف كان التعاطي معك بتلك الفترة؟ ما أنا ما دقيت بويبون. في ناس قالوا في شاب لبناني وهيك وهيك. أنا صراحة مع احترامي لهم كله ما تقدر بحدا. طلعت على التلفزيونات وقتها وحكي عنك؟ طلعت فترة من الفترات طلعت ونزلت بالجرايد وبرجع بقول لك الله يرحمه بابا قال لي لما بتوقع بتوقع واقف. فمع احترامي لكل اللي بحبهم اوكي ما طلعت لعندهم. في ناس طلبوني واجتمعت معهم و بس ما مولوك. لا كانت ما 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 زبطت القضيه يعني بس وقعتي كنت وقع واقف واليوم الحمد لله استيلوا برهان. انا بشوف الوطن العربي كله زعامات طرابلسيه وعندي شركاء عندي شركاء من بلادي هون وانا فخور بهالشغله. تلفنوا لك هنوك لما وصلت لما وصلت للي انت وصلت له تلقيت اتصالات من فيني ناس فيني من طرابلس فيني يكون دبلوماسي يقول لك ايه بس لا ما حدا تلفن. اتمنى لك التوفيق غسان افيوني. انا كثير يعني فرحه جدا اني تعرفت عليك ونحن يعني تجمعنا لقاءات اخرى اعلاميه مواكبه لفي حدث مهم ما حنقول عنه هلا. نتمنى لك التوفيق بزيارتك القادمة لبريطانيا بس ما حنقول شو حتعمل بريطانيا ولمزيد من التوفيق. شكرا لك. شكرا لك مرسي كتير وإن شاء الله منعود لسه كتير أشياء. شكرا مشاهدينا لمتابعتكم نلتقي بكم بالأسبوع المقبل بإذن الله.